بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. سلام 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 عليكم فرد السلام رد السلام من قبلكم عبر التواصل معنا وعبر أفياء تواجدكم في برنامج مع المشاهدين. ضيف عزيز علينا حل علينا بعد جهد جهيد من تقديمه الدعوات استجاب في الأخير لهذا الحضور، فكونوا معنا واصحبونا، نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، ضيف حلقتنا لهذا اليوم الممثل الشهير الشاب الذي قام بأداء دور النبي يوسف الصديق في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام مصطفى زماني. نأخذ هذه البطاقة الشخصية قبل أن نرحب به، بعد ذلك نبدأ معه المشوار، فكونوا معنا أصدقائنا المشاهدين. نعم، ضيف حلقتنا إذن مصطفى زماني الذي قام بأداء دور النبي يوسف في مسلسل يوسف الصديق عليه وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا الأخ مصطفى، شكرا لهذا الحضور. كلمة ترحيبية بأصدقائنا المشاهدين كي نبدأ معك المشوار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدوري أحييكم وأحيي مشاهديكم مشاهدي قناة الكوثر الفضائية وكل الذين الآن يشاهدون هذا البرنامج، وكما أعبر عن سروري لأن أكون في خدمتكم في هذا البرنامج وأكون ضيفا على بيوتكم عبر هذه الشاشة المباركة إن شاء الله. بالطبع أنا أنوه لك ولجميع أصدقائنا المشاهدين بأن عدد الرسائل الواصلة إلينا التي تطرح أسئلة عليك كثير جدا، ربما ما يربو على 200 رسالة، إلا أننا جمعناها لنحدد فيها بعض المحاور المهمة على لسان أصدقائنا المشاهدين. إذن تطرح عليك الأسئلة. بدءا، كيف جرت الأمور معك في اختيارك لدور يوسف الصديق؟ قصة البداية لتقبلك هذا الدور. أعرض بخدمتكم، أعتقد في عام 1383 هجري شمسي دعوني للمشاركة في هذه المهمة، وسمعت بأن هناك اختبار للقيام بمثل هذا الدور، وكانوا يحتاجون إلى شخص أنه لم يكن معروفا من قبل، وأيضا أنا ذهبت وقدمت الاختبار، تعرضت للاختبار، وبعد ذلك كانوا يقومون بأداء امتحان آخر واختبار آخر في أداء عملي وفيما يخص الفن والفن التطبيقي، وحتى أنا دخلت دورة للفروسية، ومن ثم ذلك أنا في الشهر 11 من سنة 83 هجري شمسي دخلت إلى العمل في هذا
المسلسل، والمسلسل الذي انتهى عام 1386 أي قبل عامين، وكنت فرحا عند انتهائه. الحمد لله. طيب الآن مصطفى زماني كمشاهد لمسلسل يوسف الصديق، كيف يقيم أداء ذلك الممثل وذلك الفنان الذي قام بأداء دور يوسف الصديق؟ يجب أن أقول كيف أن أقيم عمل نفسي. أنا للمرة الأولى عندما أردت أن أدخل حلقة التصوير، وكان هناك معرض في معرض للصور في مصلى طهران، دعوني السيد سلحشور دعاني للمشاركة في المعرض، وذلك اليوم كان مقرر كان أكون في ذلك المعرض، وكنت غير مرتاح جدا كثيرا، ولأن الشخص الذي سيقوم بهذا المثل العالم كله سيعرفه، ومن كل الأديان سيتعرفون عليه، وأنا كنت أعتقد أن هذه الشخصية التي قد تقوم بدور سلبي بتلك الميزانية سيكون صعب عليها القيام بدور إيجابي، بل أصعب، خاصة دور نبي من الأنبياء المعروفين عليهم السلام. لذلك أنا أخذت بنظر الاعتبار أن يكون الشخص هو الذي يتكلم بالحديث، وهو الذي يجب أن يقدم وينفذ على أرض الواقع هذه الكلمات، وهو الذي يجب أن يقول هذه الكلمة بشكل تخرج من القلب وتدخل إلى القلب، وهذا أمر صعب جدا. وكنت أحاول أن أولا أقبل نفسي في هذا الشيء وأعتقد بما أقول، ومن ثم أقول، لأنهم إذا أقول ما لا أعتقد به باليقين أنه سوف لا يترك أثرا جيدا على المستمع والمشاهد. أنا هذه القضايا قبل 3 أعوام قبل أن يبث هذا المسلسل كنت أقولها مع نفسي، وكنت أتساءل مع نفسي، فهل سيقبل المشاهد ماذا أقول له؟ فالإنسان والمخاطبين هم الذين سيقومون بالتحكيم وبالقضاء على شخصيتي ويقضون، فما هي الشخصية وماذا الدور الذي كنت وما ذلك أنا إذا كنت أقوم بهذا الدور ونجحت، إذن هذا مبعث سرور لي. وفي الحقيقة أنا قبل القيام بهذا الدور قمت وأديت صلاة وصليت لله وبكيت لله، كنت خائفا جدا، وبعد ذلك طلبت من الله وحاورته وقلت يا ربي توكلت عليك، أنا كرست كل جهودي، ولكن أنا كنت مطمئنا أن الله سوف لن يخيبني ولن يخيب شخص يريد القيام بمثل أداء دور نبي من أنبيائه أو شخص آخر يقوم بدوره. وعندما دخلت الحلقة الأولى والله كنت يعني في حقيقة راضا عن أدائي، ومن ثم في الأواخر كنت مطمئنا أكثر، لأنه تعلمت أشياء من مقدمة العمل، لأنني كنت مرهوبا جدا، والعمل جدا كان تحت المجهر، وأنا الحمد لله كان الدور الذي قمت به جيدا. ومرة أخرى أنا أقول لأنني قمت بكل صدق وأمانة في أداء الدور، وهذا من خلال التجربة التي ألقيت علي، ولم تكن من خلال مشاعري الذاتية فقط.